فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل منه 40 صلاة، هل إذا تاب تقبل منه 40 يوما؟ نعم. لم تقبل منه 40 يوما، هل إذا تاب الرجل يقبل الله منه هذه الصلوات أو يبقى الحكم؟ الله أعلم، نبقي الحديث كما جاء ولا نعم.